هنروح بقى الخبر تاني معايا، هو من لجنة الإسكان بالبرلمان توصي بزيادة مخصصات موازنة هيئة تنمية الصعيد، ودي هيئة جديدة تم إنشائها. الرئيس السيسي أصدر قرار بإنشائها لتنمية محافظات الجنوب كلها، محافظات الصعيد 10 محافظات، وخصص مبلغ حوالي 5 مليار جنيه لتخصيص لتنمية الصعيد. وأوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب بزيادة الاعتمادات المالية للباب السادس من مشروع موازنة هيئة تنمية الصعيد للسنة المالية 21-22، وذلك بناء على طلب الهيئة. وتعهدت وزارة المالية بتلبية طلبات الهيئة خلال العام المالي حال طلب أي زيادات وفقا للاحتياجات. وأكد اللواء سامي الشناوي رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد أن الهيئة تعد هيئة عامة خدمية مهمتها التنمية الشاملة لمحافظات الصعيد، وتعمل في 10 محافظات من الفيوم إلى أسوان ومحافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد. ولفت اللواء سامي إلى أن هناك خطة تم وضعها لتنمية محافظات الصعيد، موضحا أنه من خلال زيارات المحافظات تبين أن هناك أصول ثابتة مهدرة وغير مستغلة، وبدأت الهيئة تفكر في كيفية تنمية هذه الأصول واستغلالها. وده كلام مهم جدا لازم أتكلم فيه وأتوقف عنده كمان، أن اللواء سامي الشناوي رئيس هيئة تنمية الصعيد بدأ يعمل حاجة جميلة جدا وتفكير غير تقليدي وتفكير خارج الصندوق، اللي هو إيه بقى؟ الأصول المهدرة في المحافظات. مثلا عندنا مشروع إنتاج دجني متوقف بقاله سنين، في بنية أساسية موجودة وفي مباني وفي إنشاءات موجودة، إزاي الأصول دي ما استغلهاش؟ بدأ اللواء سامي مع هذه المحافظات يعمل بروتوكول تعاون وياخد الأصول دي ينميها ويشغلها ويدخل القطاع الخاص فيها. وده مهم جدا، لازم أقول إن الفكر ده أحييه، لأن ده فكر خارج الصندوق وفكر غير تقليدي. كمان عمل إيه بقى؟ أي مصنع متوقف زي مصانع العسل مثلا، زي زراعة قصب السكر مثلا، أي مصانع متوقفة بيدخل عليها ياخد هذه المصانع بالشراكة مع المحافظات أو مع القطاع الخاص ويعمل تطوير وتحديث وتحديث مهم جدا. فالحقيقة اللي هو سامي عمل حاجة مهمة جدا، اللي هو مزج القطاع الخاص مع القطاع العام بفكر وتطوير وتحديث، وده فتح أفاق عمل جديدة للشباب. معنا اللي هو سامي الشناوي رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد. سيادة اللي هو ازاي حضرتك؟ أنا مساءً فندم. يعني من الأخبار المفرحة وإحنا بنقرأها لقينا خبر مهم جدا في برنامج الصحافة في أسبوع، لجنة الإسكان بالبرلمان توصي بزيادة مخصصات موازنة هيئة تنمية الصعيد، وده خبر مهم جدا. وأنا عارف إن حضرتك باذل مجهود كبير جدا في هيئة تنمية الصعيد، وكمان أهم حاجة عجبتني في الجهد اللي حضرتك بتبذله إن حضرتك بتشوف المصانع المتوقفة ومزارع الدواجن المتوقفة بترفع كفاءتها وتعمل مزج ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، وده مهم جدا. الفكر الغير تقليدي الخارج الصندوق ده محتاجينه في هذه الفترة. كلمني لو سمحت عن اللي حضرتك بتعمله في تشغيل هذه المشروعات المتوقفة. هو طبعا ان انا ابدا في مشروع متوقف ده افضل بكثير قوي اول ما ابدا مشروع جديد. اسهل حاجة ان الواحد يبدا مشروع جديد، لكن الصعب ان انت تشغل حاجة كانت متوقفة. الحاجة غير كانت متوقفة دي بتوفر لي اكتر من ميزة. اولا مدة قليلة للتنفيذ، تكلفة قليلة، ان يبقى في اصل كان موجود ومتوقف قدام الناس كلها وحاجه موجوده مش مظبوطه بدات تنضف وتشتغل والناس تروح وتيجي وتشتغل فيها. ومش معظم المشاريع اللي بنتكلم فيها ديت مش مشروعات خدميه انتاجيه، يعني بتفيد المحافظه وبتفيد المواطن وبتشغل فرص عمل جديده كتيره، واوريدي افكارها كلها موجوده والسوق الاسواق بتاعتها موجوده. انت مجرد انت بتطورها على احسن حدث تطوير، بنجيب احسن خبراء عشان نطورها لاحسن حاجه، احسن مما كانت عليه ان شاء الله. وطبعا الاصول دي كانت موجوده في المحافظات، كانت عبء على المحافظه ان الاصول دي عليها عماله وعليها وظائف موجوده وبتصرف خدمات وبتصرف حاجه، في لكل مشروع في مصاريف ثابته بتبقى موجوده، اشتغل او ما اشتغلش بتصرف عليه. دي العماله الموجوده موجوده، الكهرباء، الاضاءه، في خدمات موجوده. المشروع لو اشتغل اقل من 100% يعتبر هدر، فما بالك لما تبقى في مشروعات شغاله ب 30% و40%. كمان يا سياده اللي هو حضرتك دخلت في مشروعات اللي هي زراعه الجوجوبا في الغردقه وفي مدن الصعيد، وده مهم جدا استغلال مياه الصرف في زراعات منتجه. احنا عندنا الغابات الشجريه كلها الارباح بتاعتها صفر، فاحنا النهارده تحولنا من فكر الخساره لفكر الربح والانتاج. يا فندم هو موضوع ان انا بزرع على المياه المعالجه، المياه المعالجه الثلاثيه دي بتزرع بيها كل الزراعات. احنا بنزرع كلها زراعات غير مثمره، زراعات كلها بتستخدم في الزيوت وحاجات كلها دراساتها بتبقى الموجوده فيها. انا الجيوبه دي بطلع منها وقود حيوي اللي هو وقود الطائرات. ان انا بعمل زراعه
واستفاد وكمان لها مصانع مصانع للزيوت ومستحضرات التجميل وقود الطيران. ايوه اولا بشتغل يعني لما اشتغل مثلا في الوادي في البحر الاحمر مخططه المزرعه دي تبقى 3000 فدان، المرحله الاولى 1000 فدان للمحطه المعالجه هتشغل 90000 متر، فهي هتشتغل على مراحل توصل اول مره 30000 متر، ولكل خلصنا الالف الثانيه تشتغل 60000 متر و 90000 متر، بحيث ان 3000 فدان هتاخد 90000 متر مكعب ميه اللي طلع من من من, من محطه المعالجه. مش بقى ما بتبقاش غابه شجريه بعد دلوقتي، ما بقاش اسمها غابه شجريه، اسمها مزرعه جوجوبا. وده طبعا اول مشروع كبير في مصر يتعمل عليه مزرعه جوجوبا، مشروع زراعي صناعي. واهميه ان انا يبقى عندي مشروع شامل متكامل وفيه القيمه المضافه، ده مهم جدا يا سياده اللواء، وفكر مهم جدا محتاجينه في كل القطاعات، وفرص عمل كثيره، فرص عمل في الزراعه وفرص عمل في الصناعه وفرص عمل في التسويق كمان. مشروع كامل وشامل ان شاء الله. كلمني عن ابرز المشروعات في محافظات الصعيد. ايه يا سياده يا فندم؟ اللي احنا المشروعات اللي انا هكلمك اللي احنا شغالين فيه دلوقتي، مصنع منتجات النخيل في الوادي الجديد، في برضه مشروع زراعه 19000 فدان في الوادي الجديد، نباتات طبيه وعطريه وخلافه، في الفيوم برضه مزرعه مشروع الدواجن التكاملي في الفيوم، ده معمول من 1980، ده مشروع قديم جدا موجود، بدانا نطوره بحيث ان انا ازود الطاقه بتاعته لثلاث اضعاف ان شاء الله. طيب يعني ايه مشروعات متكامله في النخيل؟ انا اول مره اللفظ ده عجبني جدا، لان احنا بنسمع النخيل يعني التمور، يعني حضرتك عامل مصانع متكامله للنخيل. المعروف ان مصنع اسمه مصنع التمور. ايوه. لا النخله ما بتطلعش تمر بس، النخله فيها جريد وفيها احف وفيها ليف، في منتجات النخيل دي كلها بتستخدم في صناعات كتير. حضرتك وظفت كل الصناعات دي في النخيل بحيث ان ما فيش منتج يطلع من النخله اسمه يترمي. كانت الناس حتى المخلفات النخيل دي بتحرقها، وده بيضر البيئه واكتر، بتحرقها يعني الجريده والحاجات دي. في زراعات لما تخش في الصعيد وتبص على النخيل، في نخل كتير جدا الناس بتكسل او ما طالما بتجيبش فايدته بتكسل تقص الجريد بتاعه بسبب النخله موجوده، والناس ممكن تبيع لحضرتك الجريد النخيل ده في لكن المصنع. لكن لما يبقى فيه، لا هيبقى فيه يعني المشروع هيبقى فيه كل جريده لها ثمن. ده ممتاز، حتى نعمل هامش ربح للمزارع والمستثمر، فده يبقى ممتاز. وصناعه جديده موجوده، خشب احنا بنستورد الخشب بتاعنا من كل حته. تمام. الخشب على منتجات النخيل بتفوق الخشب المستورد. والله يا سياده اللواء انا بحييك على هذا الفكر وهذه الطريقه بالتفكير، ان شاء الله. ودمج القطاع الخاص ده معاك مهم جدا بشكل كبير جدا. سياده اللواء سامي الشناوي رئيس هيئه تنميه الصعيد، بشكرك جدا على مداخلتك معانا. متشكرين يا فندم، متشكرين، تحت امرك.